نبدأ أخبار النادي الأهلي. أول خبر معانا كابتن دينا مشرف بطلتنا الكبيرة بتتوج ببطولة أفريقيا. ما شاء الله دينا مشرف نجمتنا الكبيرة المحترفة في نادي في ألمانيا لانجشتادت بتكسب بطلة نيجيريا في نهائي كان في تونس، كسبت 4-1 ما شاء الله عليها، كسبت بطولة أفريقيا وتأهلت إلى كأس العالم إن شاء الله بإذن الله في تايلاند شهر 10 اللي جاي. نروح لأخبار كرة اليد بالنادي الأهلي، وكرة اليد في النادي الأهلي والفريق الأول بكرة عنده مباراة مهمة جدا مع نادي هليوبوليس. الحسابات في دوري كرة اليد اختلفت مرة تانية، لأن نادي الزمالك خسر من نادي الجيش آخر مباراة. كنت قلت هنا النادي الأهلي بنلعب لغاية آخر نفس، بكده كل الجمهور قال إن كده الفرصة جت مرة تانية للاعيبة النادي الأهلي. ليه؟ لأن الأهلي عنده 3 مباريات لغاية ما يوصل لمباراة الزمالك، إن شاء الله بإذن الله يفوز يروح للمباراة مع نادي الزمالك، يروح لهذه المباراة مع نادي الزمالك فيقدر يعدي هذه المقابلة فنلعب مباراة فاصلة. هي دي لعيبة النادي الأهلي، هو ده سمة أو طابع النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده بكرة مباراة مع نادي هليوبوليس، مباراة مهمة، مباراة قوية، لأن النادي الأهلي خسر في الدور الأول من نادي هليوبوليس. كانت مباراة جامدة جدا، كان نجم اللقاء هادي رفعت اللي مصاب المرة دي. مصاب هادي رفعت عنده إصابة كبيرة جدا، طبعا هو كان نجم نادي الأهلي ونجم نادي هليوبوليس، حارس مرمى كبير جدا ونجم منتخب مصر، واللي عنده إصابة في وتر أكيلس. آخر مباراة كان النادي الأهلي كسب النادي البنك الأهلي بنتيجة 31-26. الأهلي دلوقتي بيحتل المركز الثاني في الدوري. أكيد دي فرصة مهمة جدا لأولادنا إن هم يقدروا بإذن الله يعوضوا هذه المباريات. مباراة هليوبوليس مباراة قوية جدا، لكن بينقصهم برضو أحمد هشام اللي احترف في نادي نيم. لعيبة الأهلي جاهزة، لعيبة الأهلي إن شاء الله تكون مركزة، لكن مباراة مهمة، مباراة مش سهلة للنادي الأهلي، عنده مباريات مهمة جدا النادي الأهلي مع هليوبوليس ونادي الجيش عشان يوصل للمباراة الأخيرة لنادي الزمالك، لكن ناخدها مباراة مباراة. بقول للعيبة كرة اليد في النادي الأهلي ناخدها مباراة مباراة بإذن الله عشان نقدر نوصل للتتويج بإذن الله إذا كان ربنا رايد بإذن الله. هنسيب كرة اليد رجال وهنروح لكرة اليد سيدات وتغيير في المدير الفني. أكيد النهارده من خلال قناة الأهلي بنوجه شكر للكابتن ياسر صلاح، أكيد تعب، حصل على بطولات أيا كان الموضوع، لكن في الآخر تولى المهمة كابتن يحيى يوسف. كابتن يحيى يوسف بدلا من الكابتن ياسر صلاح المدير الفني السابق، عنده ماتشات مهمه جدا في الوقت اللي جاي. الاهلي كان عنده مباراه مع نادي الشمس، بيستعد استعداد خاصه لمباراه نادي الشمس، لان نادي الشمس في المركز الاول برصيد 18 نقطه فارق عن النادي الاهلي اللي هو رصيده 16 نقطه. اكيد المباراه اللي جايه مباراه مهمه عشان لو الاهلي فاز يعتلي قمه الترتيب مره ثانيه، فاكيد دي مباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. المباراه دي هتكون على صالة الأمير عبد الله الفيصل إن شاء الله يوم السبت اللي جاي الساعة 4. نتمنى من نجماتنا وكابتن يحيى يوسف بإذن الله المباراة بإذن الله تكون تعدي نقدر نكسب، لأن فعلا الدوري ده دوري مهم. الأهلي خسر منطقة القاهرة قبل كده وخسر كأس مصر، لكن أكيد نجماتنا اللي عودونا على المكسب بإذن الله يعودوا مرة أخرى إلى بطولات وإلى التتويجات بإذن الله. خلينا نروح لتقرير مع كابتن يحيى يوسف وترجعوا لنا مرة تانية عشان نشوف قال ايه اول ما استلم المهمة وشايف المرحلة اللي جاية معاه بإذن الله شكلها ازاي. بشكر مجلس الإدارة على الثقة، وبشكر كابتن روف مدير النشاط الرياضي على الثقة اللي انا امسك في فريق سيدنا الاهلي كمدير فني في مرحلة حرجة جدا عمر النادي الاهلي وصل ليها. ما وصلش ليها ان عمر فريق النادي الاهلي سيدات ما خسر بالشكل ده او خسر كميه الماتشات دي في موسم واحد. فهم كلموني الحمد لله وانا وافقت ان انا الحمد لله بقبل التحدي، وازاي اقدر ارجع ان شاء الله طبعا بفضل ربنا طبعا واللاعبات والجهاز اللي معايا لانتصار النادي الاهلي تاني. مهمه صعبه، اكيد مهمه صعبه جدا 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 جدا. عندي ماتش مهم الخميس الجاي، السبت الجاي مع فريق الشمس، هو اول دوري احنا تاني دوري حاليا. فان شاء الله بنشتغل على الثلاث اربع ايام اللي فاضيين دولت على ازاي ان شاء الله نجتاز المرحله دي والماتش ده بالذات ونرجع تاني ان شاء الله على الترتيب اول ان شاء الله. انا
اهم مرحله اللي انا بشتغل عليها دلوقتي هو العامل النفسي اصلا، ازاي اقدر اخرجهم من اللي هم فيه او الكبه اللي هم فيها. هم لاعبات جيدات جدا جدا جدا، هم ابطال المراحل السنين اللي فاتوا كلهم. نادي الاهلي من ساعه انا ما جيت الاهلي من اول الثمانينات هم اللي بيحرزوا الاربع بطولات سنويه. في دروب حصل السنه دي وفقات في كذا ماتش وبطولتين نسخه القاهره ولا كاس، لازم يتعمل عليها شغل نفسي في الثلاث اربع ايام الجايين اكتر ما هو فني كمان. ان العامل النفسي مهم جدا، لازم اخرجهم وكل اراجع لكل بنت ثقتها بنفسها وثقتها ان انت بتلعب في نادي الاهلي، نادي الاهلي نادي البطولات. المرحله دي كانت للسيدات. واي لوم، احنا امبارح عملنا اجتماع وكان موجود الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره والكابتن رؤوف واعضاء مجلس اداره موجودين، ان لازم الفريق ده يرجع تاني ويفوق من الكبوه اللي هو فيها. العامل النفسي مهم جدا ليكم، اتكلموا كده امبارح، لازم ترجعوا مجد الاهلي تاني اللي هو